وبالتأكيد يمكن كلنا سمعنا عن الدمج التعليمي، وفكرة الدمج التعليمي هو ممارسة تعليمية بتعتمد على فكرة دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو القادرون باختلاف أو تحت أي مسمى، هم لهم الحق في التعليم، لهم الحق في الدمج مع المجتمع بكل فئاته وبكل أطيافه وأنواعه. فالدمج التعليمي ده مهم جدا، دمج الأطفال في مراحل تعليمية مختلفة مع الأطفال الأسوياء في المدارس، ولكن بالتأكيد بيكون لي مش عايزين نقول شروط، ولكن بالتأكيد بيكون لي ضوابط معينة حتى يكون هذا الدمج هو دمج ناجح يعود بشكل إيجابي على الطفل من القادرون باختلاف وعلى الأطفال الأسوياء. والحقيقة الحكومة بتسعى جاهدة يعني في هذا المجال. يمكن من أحدث الأمور سمعنا أنه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بيتم إعداد خريطة لنشر عدد أكبر من المراكز، مراكز التأهيل والمراكز اللي بتقدم خدمات لأطفالنا ولكل يعني من القادرون باختلاف. هيكون في إعداد لعدد كبير من المراكز من خلال طبعا مبادرة حياة كريمة ومن خلال المؤسسات الحكومية بشكل عام. عموما للحديث عن الدمج التعليمي في هذا اللقاء بتسعدنا وبتشرفنا الدكتورة نيلي نبيل استشاري الدمج. اهلا بحضرتك معانا دكتورة نيلي، شرفتينا ونورتينا. تعيش، ربنا يخليك. دكتورة نيلي، يعني عايزينك كده تعرفينا بشكل سريع كده المفهوم العلمي السليم والمبسط لكلمة الدمج التعليمي. هو ببساطة جدا الدمج التعليمي ان انا بدمج طفل عنده قابلية للتعلم بس عنده مشكلة ما على حسب تشخيص حالته، لكن قابل للتعلم، وبدمجه وسط المجتمع العادي في البيئة المدرسية. ده الدمج بشكل بسيط قوي. تمام. طيب الدمج في المجتمع في البيئة المدرسية هيكون دمج في الفصل نفسه، يعني هذا الطفل اللي هو عنده مشكلة في التعلم هيقعد في فصل عادي مع الأسوياء، ولا هو هيبقى مجرد وجوده في المدرسة ولكن هيبقى ليه فصل خاص بيه؟ لا، بيبقى قاعد مع زملائه وأقرانه العاديين خالص في الفصل الدراسي وبياخد المنهج العادي جدا، لكن بيبقى فيه ضوابط حطها وزارة التربية والتعليم على حسب حالته في الامتحانات النهائية، لكن هو بيدرس المنهج التعليمي زيه زي أقرانه العاديين خالص. تمام. بس بالتأكيد دكتورة نيلي بيبقى فيه طبعا يعني زي تعاون ما بين الطبيب اللي مشرف مثلا على حالة هذا الطفل ما بين التربية والتعليم، على أساس برضو نبقى عارفين حالة الطفل دي يعني إيه تقييمها بالظبط، وهل يقدر فعلا يستجيب لو قعد مع أقرانه من الأسوياء، هل يقدر هيستجيب وهيتعلم فعلا معاهم ولا هو محتاج تعليم خاص؟ بصي حضرتك، المفروض إن في قرار الدمج التعليمي بينص على كل حالة أو كل مشكلة زي الإعاقة الفكرية أو التوحد أو الشلل الدماغي أو الأطفال اللي عندهم مشكلات، بنقبلهم على أساس إيه. كل حالة لها مقاييس معينة. ليه؟ لأن في بعد درجة ذكاء معينة، إحنا الذكاء البشري الطبيعي بتاع البشر اللي زي وزي حضرتك بيبقى درجة الذكاء بتاعته من 90 ل115، وفي مدارس بتقول من 90 ل120. بعد كده بيبقى فئة المتفوقين والموهوبين الدرجة الأعلى. الدرجة الأقل بتبقى تحت 90 على طول، اللي هو بطيء التعلم، واللي تحت من تحت 70 ل55 ده القابل للتعلم. تحت كده بيبقى قابل للتدريب. وفي اعاقات عقليه شديده طبعا بنعمل لها تدريبات بس انه يبقى بيقدر ياكل ويشرب ويخدم نفسه، لكن القابل للتدريب ما ينفعش يبقى قابل للتعلم، ما يخشش مدرسه، يخش مراكز التاهيل اللي حضرتك قلتي عليها ان وزاره التضامن بتحاول توفرها دلوقتي. لكن القابل للتعلم اللي هو درجه ذكائه من 55 ل70 هو ده اللي قدراته العقليه الى حد ما تقدر تذاكر وتقدر تحصل، يبقى عندها تحصيل دراسي. في حين ان لو عملنا له تدخل مبكر ببرامج علاجيه من هو طفل صغير، ده بيخليه يوصل لمراحل دراسيه متقدمه. اللي بيتاخر شويه للاسف كولي امر، لو اتاخر شويه في انه يعمل برامج تدخل مبكر للطفل وهو صغير، ممكن لا قدر الله يقف في مراحل دراسيه معينه. فالوزارة زي ما قلت لحضرتك عاملة ضوابط بمقاييس لكل حالة، بتشخيصها بتتشخص ازاي، وبيتاخد المقاييس دي وبيبص عليها مسؤولين الدمج في الإدارات التعليمية وفي المديريات. وإذا قبل وعدى الورق خلاص بيبقى ليه مكان في وسط المدارس العادية مع أقرانه العاديين.
تمام. طيب ده يخليني أسأل حضرتك، قرار إن هو الطفل ده هيروح مثلا فصل إيه، ولا هيقعد مع أسوياء، ولا يبقى ليه فصل يعني يبقى ليه مكان خاص بيه، ده يبقى قرار الطبيب اللي مشرف عليه، ولا يبقى قرار حد من وزارة التربية والتعليم، ولا حد من وزارة التربية والتعليم لازم يكون دارس في هذا المجال عشان يقدر يبقى فاهم مع الطبيب المعالج؟ ما ينفعش أحط في التربية والتعليم حد غير متخصص، لان الجزئيه دي حساسه جدا، ويفضل كمان يعني الجزء ده بالذات يبقى اللي ماسكه دكاتره، ايوه، عشان يبقى فاهم المقياس ده صح ولا لا، معمول صح ولا لا. يعني انا سمعت قبل كده دكتور بيقول جات لي بنت دمج داخله الكليه ما بتعرفش تتكلم الام، هي وجايبه 94% في الثانويه العامه. يا حبيبتي، فالفكره كلها ان ولي الامر الولي الامر بيعمل زي ضغط مثلا، ضغط او ممكن يعمل مقاييس غلط، فتعدي من حد غير متخصص، فيوصل طفل غير قابل للتعلم للجامعه. طب الجامعه هتفيده بايه؟ طب خد الورقه قعد في البيت. احنا بنتكلم ان احنا بندي مساحة للطفل القادر على التعلم، بس عنده مشكلة بنقول له انت ليك دور، انت عندك امكانيات. فالفكرة انه لازم يبقى متخصص في وزارة التربية والتعليم عشان يقرأ المقياس ويعرف ان الطفل ده فعلا قادر على التعلم ويبقى ليه دور. ما نحطش واحد طفل قابل للتدريب وعايز حاجات مهنية نحطه مكان طفل تاني قابل للتعلم، والطفل قابل للتعلم ما يلاقيش مكان ليه في المدرسة. صحيح، ولا ده هيستفيد ولا ده هيستفيد، يبقى احنا كده احنا ضيعنا الاثنين. يعني بالزبط. نحط كل واحد في مكانه الصح بالزبط. اللي يقدر يستفيد منه. بالظبط. طيب كان في بعض الاراء برضو حضرتك تصححي لي يعني ايه الصح وايه الغلط، بتقول انه احيانا بيكون في طفل غير قابل للتعلم او عنده صعوبات في التعلم، ربنا يشفيهم ويعفو عنهم جميعا، لما يكون موجود في فصل عادي مع الاسوياء الاثنين بيتظلموا، اللي هو عنده صعوبات في التعلم التعلم ده بيتظلم، لان المدرسه بتشرح طبعا وفي منهج معاها لازم تخلصه، والاسوياء بيتظلموا لان هي بتكرر مثلا نفس الشرح اكتر من مره عشان الطفل ده يستفيد. فهنا يعني بتبقى في مشكله للطرفين. اولا يعني عشان في خلط في الكلام، غير قابل للتعلم ومثلا تشخيصه اعاقه فكريه غير صعوبات التعلم. صعوبات التعلم ده طفل نورمال عنده درجه ذكاء عاديه خالص، بيبقى عنده صعوبه في ماده وماده لا، يعني ممكن يبقى شاطر في الرياضه وفي العلوم مش شاطر وهكذا. تمام. فالطفل صعوبات التعلم يعني عادي بيقدر يواكب زمايله واقرانه عادي، زي ما انت مثلا كنت لو تفتكري مثلا ما تحبيش الدراسات، اكيد كلنا كنت بتجدي صعوبه في مواد متميزين فيها ومواد عادي يعني. تمام. فالطفل صعوبات التعلم حاجه، والقابل للتعلم بالتشخيصات اللي انا قلتها لحضرتك حاجه تانية. الفكره في ايه؟ المدرس بيجد صعوبه، بس من طرق التدريس الحديثه ان انا اعمل جروبس داخل الفصل واديهم مهام، كل مهمه على قد قدراتهم. انا كمدرس بعمل ايفالويشن او تقييم كده، واعمل جروبس واعمل لهم تاسكس على قد مستوياتهم. دي حاجه. التكرار كمان مش مضر للاطفال العاديين، بالعكس. يعني التكرار ما بيعملش حاجه ضرر، بالعكس ان انت مكرر لك هتاخدي المعلومه كذا مره وهتحفظيها. تمام. لكن تمام. طبعا بيجدوا الاطفال بقى اللي هم الدمج، هم اللي بيجدوا صعوبه في التعامل مع الاطفال العاديين. فلازم نعمل توعيه للاطفال العاديين في بدايه السنه الدراسيه انه اقبل المختلف، اقبل الاخر، اعرض لهم كمدرسه افلام عن التنمر وعن الوصمه الاجتماعيه، عشان الاطفال اللي هم بقى بيدمجوا دول بيجدوا صعوبه جدا ان هم يخشوا وسط المجتمع. صحيح. والاكثر حد هيدخله وسط المجتمع زميله الصغير الطفل اللي زيه. صحيح. لانه هيقدر ياخده ويلعبه ويحط ويقول له تعالى معايا ويلعب معاه. فعايزين نحط التوعيه دي من ولي الامر الاسره العاديه والمدرسه كمان. اول السنه انا بناشد كل المدارس الخاصه والحكوميه تعمل توعيه عن التنمر والوصمه. صحيح. اول السنه الدراسيه. صحيح. لان صدقيني لو الطفل العادي تعامل مع طفل زميله المختلف بطريقه كويسه مش هيجدوا ازمات ويضطروا
نعمل لهم احنا كدكاترة علاجات نفسية او سلوكية. صحيح صحيح. ويمكن الدكتورة نيلي اتكلمنا كتير الحقيقة من خلال برامجنا الإعلامية عن موضوع التنمر اللي أصبح بالفعل يعني منتشر بنسبة كبيرة جدا جدا في مجتمعنا في هذه المرحلة. طيب سريعا دكتورة نيلي، حضرتك قلتي كلمة مهمة جدا، انه مبكرا يعني بسرعة لو حد عنده طفل عنده أي أعراض على طول يتوجه ويبدأ انه يكشف عليه ويبدأ يبقى فيه تقييم للحالة. طيب خلينا نقول لو لا قدر الله أسرة عندها طفل بيعاني من صعوبات التعلم أو التأخر زي ما حضرتك أشرتي، وتأخرت شوية في أنها تتوجه للمكان الصح، حضرتك تنصحيهم بإيه؟ أنه مهما كان يعني أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، يعني حتى لو الأسرة تأخرت شوية لكن معلش بسرعة نلحق ما تبقى من الوقت. يعني أولا الأطفال اللي عندها مشكلات أنا ما روحش المدرس عادي وأقول له ادي له حصص، وبعد ما ادي له حصص عشان الموضوع ده منتشر جدا، أنا بعد ما ادي له حصص في البيت ما بيعملش حاجة والمدرس بيجي يقعد بالساعة وبالساعتين وما فيش نتيجة. في حاجة اسمها أخصائي صعوبات تعلم، وفي أخصائي، احنا عندنا أخصائيين صعوبات تعلم لكل مادة، فانت برضو توجه انك تجيب حد دارس ازاي يدخل وسائل ايضاح في الشرح عشان يبسط المعلومة للطفل ويوصلها له، غير المدرس العادي. المدرس العادي مدرب انه يدرس للاطفال نورمال، المنهج الدراسي وخلاص، لا والاطفال نورمال. الاخصائي صعوبات التعلم اذا كان عربي ولا رياضة ولا علوم ولا الكلام ده كله بيقدر يوصل لك المعلومة كطفلة حسب مشكلتك عاملة ازاي بطريقة حلوة ومبسطة بطرق علمية مدروسة. وبيبقى عنده مهنية. فأبسط الأمور ما نروحش للمدرس العادي وبعدين نرجع نشتكي ونبقى ضيعنا وقت. تاني حاجة لو تأخرنا شوية كده كده الطفل صعوبات التعلم والحاجات دي ما بتظهرش إلا بعد مرحلة دراسية معينة زي تانية أو تالتة ابتدائي. تمام ماشي، لكن قبل كده هو مش هيبقى شايف. بس أول ما تجد إن ابنك عنده صعوبة في بعض المواد تدخل مع المتخصصين. تمام. إنما الأطفال التانية اللي عندهم أعاقات فكرية أو توحد يفضل من هو أول ما نكتشف من سن 3 أو 4 سنين نبتدي نوديهم لمراكز متخصصة يشتغلوا يعملوا تدخل مبكر عشان السوشيال لايف الجزء الاجتماعي في حياتهم يعرفوا يتعاملوا. صحيح. يعرفوا يبقوا داخلين المدرسة مرتاحين عندهم خامة أكاديمية عندهم ضبط سلوكي. كل ده بيساعد. صحيح. في دخول الطفل بأريحية للمدرسة. صحيح. المراكز فعلا العلمية لتقييم الحالة، التقييم العلمي السليم دي مهمة جدا جدا عشان فعلا ولي الأمر يتوجه بطفله اللي عنده مشكلة معينة للمكان المناسب عشان يقدر يتغلب على هذه المشكلة. دكتورة نيلي احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء القيم، وأكيد هيكون لنا لقاءات قادمة بإذن الله مع حضرتك، شرفتينا وأسعدتينا. شكرا شكرا. مشاهدينا الكرام بنتمنى تكون كل فقراتنا نالت إعجاب حضراتكم، انتظرونا بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وحلقة جديدة، وبنصبح عليك.